نعم. ذكرتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عن صلاة النساء. ثم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن. كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع عن الله عز وجل ومبلغ عن الله، ولم يقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأنف أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بعض أبناء عبد الله بن عمر: والله لا يمنعهن، يعني لما رأى من تغير الأحوال. فأقبل عليه عبد الله والده وسبه سبا شديدا لأنه عرض السنة برأيه. فالسنة دلت على أنه لا تمنع النساء المساجد ولكن بشروط. فقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صلت مع أعترت بخورا فلا تتشن معنا العشاء، وحتى على الستر والجلباب وغير ذلك. فالمرأة لا تمنع لكن بشرط، بشرط أن تكون على الطريقة الحسنة وعلى السيرة الحميدة وعلى الستر التام. أما إذا كانت تفتن الناس بإبراز زينتها وفاتنها وبخروجها بالطريق تمنع، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صلت معنا أصلت بخورا فلا تتشن معنا العشاء، يأخذ طيبا. فهذا يدل على أنها لا تأخذ بالطيب لا بالبخور ولا بغيره الذي يظهر من الناس، ولا بد أن تكون متسترة حجبة، ولا بد أن تكون ليست ذات ريبة. إذا كانت ذات ريبة تستغل خروجها للصلاة وتستعين بهذا على أمر آخر مما يضر زوجها وأهلها تمنع. فالحاصل أنها لا تمنع إذا كانت سليمة، إذا كانت طيبة، إذا كانت متسترة، إذا كانت متباعدة عما حرم الله، فخروجها ينفعها ولا يضر الناس فلا بأس. وأما قول عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الخروج، فجواب ذلك أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، والمشرع الرسول عن الله ما ينطق عن الهوى، فالله يعلم ذلك، يعلم ما يحدث اليوم وما أحدثه قبلا. ومع هذا شرع لنا ألا نمنعهن. فقول عائشة هنا ليس بجيد وليس بمحتمل، وإنما العمدة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله يعلم كل شيء، ربنا يعلم أن يكون في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر والقرن السادس عشر وما بعده من عشر الناس إلى ذلك، يعلم كل شيء. والشريعة عامة، شريعة للصحابة ولأهل هذا القوم ولمن يأتي بعدهم، شريعة عامة. فقول عائشة هنا لا ليس بجيد في هذا المقام، وإنما قالت هذا من اجتهادها وظنها، والظن يخطئ ويصيب. نعم.